أهلا وسهلا بالجميع، وأهلا وسهلا بمواليد برج الأسد شهر 11. شو مخبي لكم؟ النظرة العامة لشهر 11 بالنسبة للأسد هي نظرة جيدة جدا. إحساسكم الشخصي مؤثر على هذا الشهر بالدرجة الأولى أكثر من أي تأثيرات تانية. مثلا في أشياء مضايقتكم عم تخليكم تاكلوا كتير، ما تنتبهوا لصحتكم، إهمال بشرب الماء، إهمال بأكل الطعام الجيد. في أشياء تأثيرات خارجية من أبراج كالحمل والأسد مأثرة عليكم أيضا. علاقات مع الميزان فيها عدم توازن، فيها نوع من الإحراج أحيانا، وبأحيان أخرى بخلي عندكم نوع من الكآبة، وهي الأشياء رح يكون عنوان شهر 11 لأنه نابعة من شيء داخلي ومنا نابعة من الأشخاص اللي هن عم بيأثروا عليكم. هيدا أحساسكم، أنتو عم تخلوا إحساس الحزن يتملك فيكم. بإمكانكم تشيلوا هالأشياء وتكونوا واقعيين أكثر وتتعاملوا مع الأمور بشكل أقل حساسية. لقاءات في الحب والعاطفة حتكون مع الأسد مع السرطان، لقاءات حب وعاطفة مع الميزان، ولكن الميزان أحيانا والسرطان بيجيبوا لكم بعض من وجع القلب. عزيزي وعزيزتي الأسد، تطلعات إلى مكان بعيد، حابين تسافروا، حابين تفلوا، حابين ترحلوا. التغيير هو عنوان حياتكم هالفترة. فئة منكم حابة تغير شغل وتطلع وتغير، فئة منكم حابة تنتقل إلى مكان أفضل، فئة منكم جايها عمل ودعوة إلى عمل ومال ودعوة إلى شراكة جديدة، وفئات أخرى جايها حب أيضا. شو معنات كلمة فئة؟ فئة هي مجموعة من الناس. مش كل الأسد بيوقع تحت نفس الشمسية أو نفس الكلام يطبق على الجميع، هيدا برج عام وليس خاص. ففئة يطبق عليها بتوصلني طاقة معينة منها، ناس بدها تحب، ناس بدها تتجوز، ناس بدها تلاقي شغل، لذلك بسميهم فئة. الفئة الكبرى منكم مبين عليها حابة تطلع، عندها أهداف جديدة بدها تحققها، بدها تحققها قبل نهاية السنة أو مع بداية السنة، وبهالفترة رح تجيها عروض خصوصا بالأسبوعين الأولين من هيدا الشهر شهر 11. عزيزي وعزيزتي الأسد، خلافك مع الثور والجدي بهالفترة، وخلاف بخصوص المال، إما أنتم بدكم مصاري أو بحاجة إلى دعم أو مال ونقطعت عنكم هالموارد، بالوقت الحالي لن تحدث ولن يجي هذا المال. وإذا إجا مال من أي حد تاني عطاكم إياه، فهناك ديون عليكم بسدادها بخلال هذه الفترة. السيطرة اللي عم تحاولوا تعيشوها أو الضغط على كل الأمور حواليكم بشغلة قلق لكم بشكل عام. عزيزي وعزيزتي الأسد، لقاءاتكم مع الأسد، لقاءاتكم في الحب مع الأسد أيضا جيدة في خلال هيدا الشهر. يا ترى شو مخبي لكم هيدا الشهر من ناحية الدراسة؟ بدنا ندرس أسد، مش عم ندرس، في عدم تركيز، إحساس بالضياع، إحساس بالحبس، يا ما حابين المدرسة أو الجامعة اللي عم تروحوا لها، يا أما في أشياء بدكم تعملوها ومش عم تقدروا. ما بعرف شو عم تستووا، بس عندكم نوع من الكآبة بخصوص الدرس. بدنا نركز على الدرس، درسوا تنجحوا. من ناحية المال والأعمال والسفر، السفر بالوقت الحالي غير جيد. على نهاية الشهر ممكن يجيكم اتصال يدعوكم إلى السفر إلى أو الذهاب إلى مكان آخر. أما من ناحية الأعمال، عفوا، الأعمال بهالفترة دائرة شوي عند البعض منكم، وفئة منكم عم بتساعد أهلها بالمصاري أو بالمال، أو عم تساعدهم بالمال، أو عم تساعد أطفال بقلب العائلة أو أطفالكم أنتو. بجوز العائلة بحاجة إلى دعم مالي كتير كبير من الأسد بهذه الفترة. أحيانا بتحسوا حالكم بدكم تتركوا كل شيء وتروحوا تقعدوا بصومعة. بكل الأحوال طولوا بالكم، هو شهر وبيمضى. عازبين وعازبات الأسد، مش بالضرورة يكونوا مش مرتبطين عاطفيا، او ممكن يكونوا حتى مطلقين، حد بند العازبين.
عازبين والعازبات بهالفترة لقاء عاطفي مع السرطان، مع العقرب والحوت، ولقاء عاطفي أيضا مع العقرب للأشخاص الأكبر عمرا من العازبين والعازبات. ولكن هذه اللقاءات بجوز ما ينتج عنها أشياء مثل ما أنتم بدكم، بس هناك حب جديد وعرض لحب جديد وزواج أيضا، اللي بده يحب وفئة منكم عندها خطوبة وزواج. متزوجين الأسد بهذه الفترة، الوضع رايق، الأمور جيدة، أفكار كتير بتروح وبتجي، في عندكم فوائد جيدة داخل العائلة تستفيدوا منها وتفيدوا عائلتكم من الناحية المادية والمالية، هم بحاجة لإلكم، وخصوصا الأب والأخ تحديدا ضمن عائلتكم. فئة منكم من المتزوجين ما عم يعرفوا يناموا، والشريك شغلهم قلق، عم يسهروا الشركاء كتير برات البيت، مش عم يقضوا وقت مع العائلة، انتبهوا. عزيزي وعزيزتي مطلقين برج الأسد، بهالفترة هناك بعض عروض الرجوع إذا أنتوا بدكم، فقط في حال أنتوا وافقتوا، وخصوصا للنساء هناك عروض لإلكم اللي برجهم صاعد مائي أيضا. بالتوفيق إن شاء الله. فئة منكم ما حبت ترجع أم تطلع على نوع من الحب الجديد. أما أرامل الأسد من الفئتين الرجال والنساء، الوقت جيد للتقدم إلى الأمام، للعلاقات الجديدة العاطفية، هناك دعوة إلى الحب، لقاء مع الحمل، لقاء مع الأسد، لقاء مع الجدي والدلو، أمور جيدة، سعادة داخلية، طاقة إيجابية كتير حواليكم، ومتجاوبين مع الحب، وإن شاء الله عندكم زواج جديد. يا ترى ما هو وضع الأسد اللي داخل في علاقة ثلاثية؟ الأسد اللي داخل في علاقة ثلاثية كان أول شيء عنده مشاكل مع نص الأول من الشهر أو الأسبوع الأول من الشهر، أموركم بتبلش تتحسن، ببلش في تفاهم، ببلش في رواق، ببلشوا تخططوا لقدام، بتشيلوا الغيرة على جنب، بتبلشوا تخططوا شو بدنا نعمل. ممكن تقرروا تتزوجوا، ممكن تقرروا تسكنوا مع بعض، ممكن تقرروا تنتقلوا إلى بيت جديد، ولكن هناك تفاهم. فئة منكم ممكن تجيب أولاد، طبعا هدول للمتزوجين، وفئة منكم حابة تبقى مع الشريك أو الشريكة إلى مدى كتير طويل، وهناك نوع من الراحة. صحة الأسد بهالفترة لا بأس فيها، أول أسبوع من الشهر في شوية تعب، صداع، وجع راس، الأسابيع الأخرى من الشهر الصحة جيدة، الأمور جيدة، وهناك نجاح. إذا حدا منكم عنده عملية فعملياتكم ستكون ناجحة وما في أي نوع من المشاكل. بعتقد هيك بكون خلصت كل شيء، كل الأمور حكيت عنها، اللي بصير معه يكتب لي بالتعليقات. الأمور المالية بدنا ننتبه لها، الصرف كتير بدنا نوقفه، ونحاول نشوف شو نقدر نعمل، أشغال جديدة أو أفكار جديدة أو ندخل مواهب جديدة لحياتنا. بالتوفيق إن شاء الله. يا ترى ما هي نصيحة الأسد لهيدا الشهر؟ شو بيقول له الورق؟ عزيزي وعزيزتي الأسد، النصيحة الآتي: الابتعاد عن الفكر المشوش، طلوع الخلق، العصبية والعياط. بدنا نبلش ما نعيط، عنا غضب كتير دافين ومنحس دائما انه بدنا نعيط او بدنا نخانق. هذا الشهر جربوا ابتعدوا عن هالامور لانه عم يأثر على ضغط الدم والصحة تبعكم بشكل عام. انا مي الجندي، اعملوا اشتراك، شير، لايك، سبسكرايب، على الجرس ليجيكم اشعال بث مباشر، بصير معه هيك اكتب لي بالتعليقات. تصبحوا على الف خير، باي.